مرحبا بمحققنا العزيز، إليك مجموعة من الألغاز الجديدة التي ستثير حيرتك كثيرا. هل أنت مستعد؟ إذن عليك ربط حزام الأمان. جاء سائح أجنبي إلى مركز للشرطة، قال: أجبرني رجل لديه وشم ولحية طويلة على أن أعطيه محفظتي. قال له ضابط الشرطة: لا تقلق، المجرم واحد من هؤلاء التوائم الخمسة، لقد تم القبض عليهم بالفعل، عليك فقط تحديد الشخص الذي هاجمك. انظر إلى هؤلاء الرجال، هل يمكنك مساعدة سائح في معرفة من منهم كان الشخص الذي هاجمه؟ ليس هذا الرجل، لديه وشم على ذراعه اليسرى. ليس هذا، يمكنه استخدام يد واحدة فقط. هذا الرجل لديه لحية قصيرة. هذا الرجل يرتدي جبيرة. إذن ليس لدينا سوى هذا الرجل. الآن لدي بعض ألغاز رموز التي عليك حلها. ترى ما مدى صعوبتها؟ هل فهمت هذا؟ هذا يعني سوء فهم بين الأصدقاء. أنت الآن تمشي في الحديقة، ثم تسمع صوت خطوات خلف ظهرك، وبعدها كل شيء يتحول إلى اللون الأسود. عندما تعود إلى وعيك، تجد نفسك في قبو مظلم مضاء ب15 شمعة مشتعلة. تسمع صوتاً يقول: سأطلق سراحك إذا قمت بحل اللغز بشكل صحيح، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تغادر هذا المكان أبداً. أوه لا، هناك شخص ما في الظلام. أنت الآن ترى 15 شمعة، سأطفئ 6 منها. كم عدد الشموع المتبقية؟ ماذا ستكون إجابتك؟ إذا أخبرت الشخص الغامض أنه ستتبقى 6 شموع، فسيطلق سراحك. ستحترق بقية الشموع تماما في النهاية، جميع الشموع ما عدا 6 التي تم إطفاؤها. سرق شخص ما مجوهرات باهظة الثمن من غرفة فندق السيدة دوريس. حدث ذلك في حوالي 6 صباحا. عندما جاءت الشرطة، أخبرهم صاحب الفندق أنه كان هناك تساقط كثيف للثلوج في الصباح الباكر، لذا فقد تلفت كل الأدلة. فجأة اكتشف أحد ضباط الشرطة مجرما سيء السمعة. كان قد اتهم بارتكاب عدة عمليات سطو، لكنه نجح دائما في الإفلات من العقاب. نفى الرجل وجوده في الفندق في ذلك الوقت. ادعى الرجل قائلا: لقد جئت منذ نصف ساعة فقط. أدرك ضباط الشرطة على الفور أنه كان يكذب. كيف تمكنوا من معرفة ذلك؟ هناك طبقة سميكة من الثلج على سيارة المجرم. إذا كان يقود سيارته إلى الفندق، فلن تكون هناك ثلوج على غطاء المحرك. كان من الممكن أن يذوب الثلج أو يتحطم بفعل الريح، وبما أن الجو مشمس الآن، فلا يمكن أن يكون ثلجاً قد سقط حديثاً. كانت كلارا في غرفتها بالفندق عندما سمعت أحدهم يطرق بابها. عندما نظرت من خلال ثقب الباب، رأت رجلاً مجهولاً يقف في الخارج. قدم الرجل نفسه قائلاً: مرحباً، أنا مدير فندق، آسف على إزعاجك، ولكن قاعدة بياناتنا قد تعطلت، هل يمكنك السماح لي بالدخول لتأكيد بعض المعلومات؟ هرعت كلارا على الفور إلى هاتفها واتصلت بالأمن. لماذا فعلت ذلك؟ الشارة على قميص رجل كتب عليها كلوي سميث، وهذا اسم نسائي، مما يعني أن ذلك الرجل ليس المدير الحقيقي. كان داميان يعاني من مشكلات مادية، لهذا السبب كان عليه أن يبيع الشيء القيم الوحيد الذي يملكه، وهي لوحة باهظة الثمن لفنان من القرن 17. قام الرجل الذي اشتراها بعرض اللوحة على أحد أصدقائه، وهو أحد رجال المباحث. بعد النظر إلى الصورة باهتمام، قال المحقق إن اللوحة كانت مزيفة. كيف اكتشف ذلك؟ هناك خطوط كهرباء في الصورة، لكنها لم تكن موجودة في القرن 17. الآن انظر إلى هؤلاء المعلمين، هل يمكنك معرفة أي منهم مليونيراً؟ ألف أم باء أم جيم؟ ها، لقد خدعتك،
إنه في الواقع ليس لغزاً ولكنه اختبار نفسي صغير. إذا قررت أن المعلم ألف مليونير فأنت نشيط بشكل مذهل. أنت أيضاً عفوي ومستعد دائماً لاستكشاف أماكن جديدة. إذا كان اختيارك هو المعلم باء فإن الحفلات الصاخبة الكبيرة ليست مناسبة لك، يمكنها استنزافك عاطفياً. وإذا كنت تعتقد أن المليونير هو المعلم جيم فأنت اجتماعي للغاية وتكون محط الاهتمام في الحفلات. ما مدى صحة هذا؟ أخبرنا في التعليقات بالأسفل. ذهب المحقق توماس للتخييم مع أصدقائه. ذات مرة ذهب ليحضر بعض الحطب، عندما عاد رأى إحدى صديقاته أليس ملقاة على الأرض فاقدة الوعي. كان هناك ثلاثة أشخاص آخرين في المخيم: جولي صديقة أليس، ماري أخت أليس، وآدم حبيب أليس. طلب توماس منهم جميعا أن يروه متعلقاتهم، انظر إلى أغراضهم وحاول معرفة من له علاقة بالحالة التي توجد فيها أليس. إنها جولي، إذا نظرت بإمعان ستلاحظ صورة لآدم من بين أغراضها، لابد أنها معجبة به، من المحتمل أنها آذت أليس بدافع الغيرة. ذهبت إيف في رحلة استكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية مع مجموعة من العلماء. بعد ثلاثة أيام من الرحلة استيقظت إيف واكتشفت أن جميع زملائها في عداد المفقودين. الشيء الوحيد الذي وجدته كان مغلفا، بالداخل كانت هناك رسالة. على ما يبدو هناك عالم مجنون قد أخذ أصدقائها، والآن لم تستطع إيف إنقاذهم إلا من خلال حل الألغاز. هذا هو السؤال الأول: كم شهراً به 28 يوماً؟ الرقم الصحيح سيكون أيضاً هو عدد الخطوات التي ستحتاجها للسير إلى الأمام قبل أن تبدأ في الحفرة. عرفت إيف الإجابة الصحيحة، جميع الأشهر 12 بها 28 يوماً. مشت إيف 12 خطوة وبدأت في الحفرة. الدليل التالي كان ينتظرها هناك، كانت حقيبة بها كتاب وعلبة طلاء ومفك براغي، وملاحظة تقول إن العالم قد حبس أصدقاء إيف في مختبره في كهف. لم تستغرق إيف وقتا طويلا للعثور على الكهف، ولكن كان هناك أربعة مداخل تؤدي إلى الداخل. كان الممر رقم 1 تحرسه العناكب السامة. كان في الممر رقم 2 قردا ضخما وعدوانيا جدا يسد المدخل. في الممر رقم 3 رأت إيف ماموثا عملاقا، وعند مدخل الممر رقم 4 كان هناك بئر عميق للغاية. أي نفق يجب أن تختاره إيف؟ المدخل الثالث. انقرض الماموث منذ آلاف السنوات، لذا فالحيوان الذي تراه الفتاة هو على الأرجح صورة ثلاثية الأبعاد. دخلت إيف المختبر ورأت كلبا بداخله، لكنه لم يكن كالكلاب التي نعرفها، لقد كان كلبا آليا. نبح الكلب وركض وراء إيف. تذكرت الفتاة أن لديها كتابا وعلبة دهان ومفك براغي في الحقيبة التي عثرت عليها. ما الذي يمكنها استخدامه للتخلص من هذا الكلب الآلي؟ يجب أن تفتح إيف العلبة الطلاء وترميها على الحيوان الآلي. نظراً لأن الطلاء سائل فمن المحتمل أن يتسبب في حدوث انقطاع للتيار عن الكلب الآلي. تنفست إيف في ارتياح وبدأت تنظر حولها. فجأة رأت مفتاحاً على الأرض، التقطته الفتاة وذهبت إلى الغرفة المجاورة. بمجرد دخولها أغلق الباب خلف ظهرها وبدأ صوت غريب يتكلم: في غضون 50 دقيقة سوف يملأ الغاز السام الغرفة، فرصتك الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي تناول الترياق قبل إطلاق الغاز. في هذه اللحظة رأت إيف صندوقا صغيرا، فتحته ورأت أربعة أقراص وعبارة إرشادية: خذي أربعة أقراص، قرص واحد كل 15 دقيقة. هل سيكون لدى إيف الوقت لأخذ كل الأقراص قبل أن يملأ الغاز الغرفة؟ نعم بالتأكيد، ستبدأ أول 15 دقيقة بعد تناول القرص الأول، لذا فإن تناول أربعة أقراص سيستغرق 45 دقيقة. خرجت إيف من الغرفة ووجدت أصدقائها أخيرا، كلهم مقيدون. أطلقت سراحهم على الفور، لكنهم كان عليهم الخروج من هناك في أسرع وقت ممكن. رأوا ثلاثة أبواب تؤدي إلى الخارج،
خلف الباب الأول كان هناك دبابة قطبية جائعة. خلف الباب الثاني كان الهواء باردا لدرجة أنه كان من المستحيل العيش هناك. وخلف الباب الثالث كانت هناك بحيرة يصل ارتفاع مياهها إلى خصر الشخص وبها أسماك البيرانا المفترسة. ما هي الطريقة التي يجب أن يختارها الأصدقاء؟ الطريقة الثالثة: المختبر في كهف جليدي، تذكر؟ ستتجمد مياه البحيرة، سوف يمشون ببساطة على الجليد ويخرجون من الكهف. إنها الحرية! سأريك حسابين اجتماعيين، ستكون مهمتك أن تخمن أيهما مزيف. لنبدأ، أي حساب مزيف؟ لابد من أنه الأيسر، إذ يبلغ عمر الفتاة 13 عاماً فحسب، لا يمكن أن تحضر الدكتوراه. ماذا عن هذين الحسابين؟ ولد الشخص على الجانب الأيمن في 29 من فبراير. لا بأس، هذا التاريخ غير موجود، فلم يوجد 29 يوما في شهر فبراير عام 1985، لأنه يأتي مرة واحدة فحسب كل 4 سنوات، لذا لابد أن الحساب على اليمين هو المزيف. الحساب على الجانب الأيسر مزيف، فمن المفترض أن يمتلك الطيارون بصرا ممتازا، لذا فالرجل غالبا يكذب بشأن شيء ما. انظر جيدا إلى هذين الحسابين. حسنا، بانم ونارنيا هما مكانين خياليين، لذا أظن أن الحساب الأيسر هو المزيف. ما رأيك في هذين الحسابين؟ حسب علمي لا يمكن لطفل في عمر 14 عاما أن يتزوج في كندا، لذا فالحساب الأيمن هو المزيف. الآن سأريك بعض الصور، مهمتك أن تخمن ما الخطأ فيها. لنبدأ، ها هي أول واحدة لك. انظر، ينقل القطار سيارة حديثة، لكن هذه الصورة تظهر الغرب الأمريكي القديم. لم توجد سيارات في ذلك الوقت. هل يمكنك أن تخمن ما الخطأ هنا؟ إنها العصور الوسطى، لكن انظر، هناك مبنى مكون من 10 طوابق في الخلفية. ماذا عن هذه الصورة؟ هل ترى شيئا غريبا؟ هذه المرأة ترتدي حذاء رياضيا، انظر عن قرب، ما الغريب هنا؟ هذه المرأة لديها كاميرا عصرية، لا أظن أن الناس كان لديهم كاميرات في ذلك الوقت. ما رأيك في هذه الصورة؟ الجبل في الخلفية أخضر اللون وليس عليه ثلج، رائع، استمر، ما الخطأ هنا؟ انظر، ذلك الرجل في الخلفية، إنه يرتدي حذاء رياضيا، ليس أفضل شيء ترتديه في حفل راقص، كذلك لم يكن هذا النوع من الأحذية موجودا في ذلك الوقت. انتبه جيدا، هل يمكنك ملاحظة تفصيل غريب هنا؟ لدى هذا الرجل 3 أياد، يا لها من أيد كثيرة. كان رايان معجبا بفتاة في مدرسته تدعى إيميليا،
ذات يوم تلقى رسالة منها تقول فيها إنها معجبة به أيضا، لذا يقرر رايان أن يرد عليها ويدعوها لمرافقته في حفل التخرج الراقص. للأسف لم يتذكر على أي طاولة تجلس إيميليا. هناك احتمالان، هل يمكنك إخباري أي طاولة عليه إرسال رسالته إليها؟ إذا كنت تتذكر فقد كانت الرسالة مكتوبة بحبر أخضر، هناك قلم أخضر مشابه على الطاولة هناك على اليمين، لذا غالبا هذه هي طاولة إيميليا. في صباح يوم اثنين فقدت كمية كبيرة من النقود من خزنة المحاسب. كان هناك 3 أشخاص في المكتب في ذلك الوقت. قالت ماجي المحاسبة إنها غادرت لعدة دقائق لتذهب إلى المرحاض. أما مايك المبرمج فقد قال إنه غادر لتناول الغداء ولم ير شيئا. أما داوسون وهو عامل النظافة فقد قال إنه كان ينظف الطابق الثاني في ذلك الوقت. هل يمكنك اكتشاف من منهم يكذب؟ إنه مايك، فقد قال إنه ذهب لتناول الغداء في الاستراحة، لكن ذلك قد حدث في الصباح. تعمل إليسا في متجر ملابس في الضواحي، لا تحظى عادة بزبائن كثر. ذات يوم جاءها 3 عملاء فحسب. اشترى العميل الأول حزاما وحقيبة، واشترى الثاني فستانا، واشترى الثالث قبعة. أحد هؤلاء الزبائن مجرم، وقد أبلغت إليسا الشرطة عنه. فمن هو المجرم وكيف أدركت الفتاة ذلك؟ أعطاها الزبون الثالث ورقة نقدية من فئة $1000، ولا توجد مثل هذه الورقة النقدية. خلال عطلتها الشتوية ذهبت سيرينا بمفردها إلى أكثر المنازل رعبا في حيها. كان ذلك خطأ فادحا إذ أغلق الباب خلفها فور دخولها، وقد رأت 3 طرق للخروج. خلف الباب الأول كان هناك عنكبوت عملاق سام، وخلف الباب الثاني حائط من القرميد، وخلف الباب الثالث بحيرة ضخمة. أي باب عليها أن تختار؟ عليها اختيار الباب الثالث، فهي في فصل الشتاء، لذا فالبحيرة متجمدة. أخبرت سيرينا أصدقائها بما حدث لها، لكن لم يصدقها أحد. وفي اليوم التالي ذهبت ليزلي إلى المنزل أيضا، وحدث الأمر نفسه إذ أغلق الباب خلفها ورأت الفتاة 3 مخارج خطرة. كانت هناك نيران مشتعلة خلف الباب الأول، وخلف الباب الثاني شبح غاضب، وإن فتحت الباب الثالث فخلفه قطعة زجاج ضخمة ستسقط على رأسها. أي طريق ينبغي على ليزلي اختياره؟ إن كنت في مكانها سأختار الباب الثاني، فالأشباح حتى إذا كانت غاضبة لا يمكنها إيذاؤك جسديا، أقصى ما يمكنها فعله هو إخافتك فقط. والآن انظروا إلى هذه الصور التي سأريكم إياها وحاولوا العثور على الشيء الغريب فيها. أجل، إنه هنا تماما. وإليك صورة أخرى، كن منتبها. انظر، إنه هنا تماما. والآن لنصعب الأمر، إليك صورة نباتات عديدة، هل يمكنك العثور على نبتتين متشابهتين؟ ها هي واحدة وها هي الأخرى. هل يمكنك العثور على صورتين متماثلتين هنا؟ انظر، ها هما. حسنا، والآن لدي متاهة لك، هل يمكنك العثور على طريق الخروج؟
صحيح، كان ذلك رائعا. إليك أحجية أخرى، ساعد ألف في الوصول إلى صديقتها المفضلة باء. هكذا يمكنها الوصول. وإليك متاهة أخرى وهي الأصعب حتى الآن، هل يمكنك مساعدة الكلب في العثور على دميته المفضلة؟ ها هي هنا. ذهب كاي ونيت للتخييم في الغابة، والآن انظر، يتسلق كاي شجرة ويجمع نيت الحطب لإشعال نار المخيم، أيهما في خطر؟ نيت، يوجد دب يقترب منه، عليه أن يكون حذرا للغاية. تأخرت إيلا وغريس على المدرسة، لذا فقد سلكتا طريقا مختصرا. اختارت إيلا طريقا عبر الغابة، وقررت غريس السير عبر طريق فوق البحيرة المتجمدة. من منهما في خطر؟ غريس، فالثلج على البحيرة يذوب، توجد شقوق على السطح. عادت ابنة بييرس وابنة أندري إلى المنزل بعد الدراسة في منزل صديقهما. لم يرتب أي من أبويهما في شيء، لكن أحد الأبناء ذهب إلى حفلة بدلا من الدراسة. ابن من كان؟ ابن أندري، إذ توجد بقعة أحمر شفاه على ياقة قميصه، أظن أن تلك البقعة كانت من ابنة بييرس. جابرييلا وإيميلي صديقتان مقربتان، إحداهما حامل والأخرى تتظاهر بأنها حامل لتحصل على بعض المميزات. هل يمكنك اكتشاف الكاذبة منهما؟ أظن أنها جابرييلا، انظر، إنها ترتدي حذاء بكعب عال، لذا فهي على الأغلب لا تخشى الانزلاق والسقوط. إن كانت حامل كانت ستكون أكثر حذرا، لابد أنك تظن ذلك أيضا. ذات يوم تلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا برحيل السارق سيء السمعة سامويل عن إسبانيا، وأنه ركب طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس. المعلومة الوحيدة التي عرفتها الشرطة أن المجرم لديه لحية. في المطار أوقفت الشرطة مجموعة من الأشخاص الذين وصلوا لتوهم من بلدان مختلفة. لاحظ المحققون ثلاثة رجال ملتحين واستجوبوهم. قال الأول إنه قادم من لندن، وقال الثاني إنه وصل من إسبانيا لكن اسمه كان كريستيانو. أما الرجل الثالث فقد قال إنه جاء من بولندا لقضاء إجازة. لم يحتج المحققون حتى إلى التحقق من تذاكر طائراتهم لمعرفة السارق. من تعتقد أنه المجرم؟ لابد أنه الرجل الذي قال إنه أتى من بولندا، فمن المفترض أنه في عطلة لكنه لا يحمل أي أمتعة معه. اتصلت ليلى بالشرطة وقالت إنها تعرضت للسرقة. قالت إنها كانت في مرحاض أحد المطاعم تعدل مكياجها، وفجأة اقترب منها أحدهم وضربها على رأسها. اقترب منها الشخص من الخلف، لهذا السبب لم ترى الفتاة كيف يبدو، لكن الشرطة أعادت المرأة إلى المنزل ورفضت تقديم البلاغ. لماذا؟ قالت المرأة إنها كانت تعدل مكياجها، إذن لابد أنها كانت تنظر في المرآة. إذا حاول شخص ما الاقتراب منها من الخلف لكانت قد رأت ذلك الشخص، لكنها قالت إنها لم تره، لذا لابد أنها قد اختلقت القصة بأكملها. فقدت عدة فتيات في بلدة صغيرة، وتمكنت الشرطة من العثور عليهن فقط بعد نصف عام من اختفاء أولاهن. عندما دخل الضباط المكان رأوا ثلاث فتيات فقط، وقلن جميعا إنهن حبسن في غرفة صغيرة ولم يغادرنها أبدا. علم المحققون أن إحداهن هي الخاطفة. قالت الفتاة الأولى إلينور
إنها أمضت حوالي نصف عام هناك. وقالت الفتاة الثانية فيرا إنها ظلت محتجزة هناك لمدة شهرين. وقالت الفتاة الثالثة سيينا إنها كانت هناك لمدة أسبوع فقط. هل يمكنك تخمين الكاذبة من بينهن؟ لابد أنها فيرا. انظر، تضع فيرا وسيينا طلاء أظافر جميل. لا بأس بالنسبة لسيينا لأنها قضت أسبوعا فقط هناك، لكن لابد أن طلاء أظافر فيرا كان سيفسد بعد احتجازها لمدة شهرين. أقام ملك إحدى الدول وليمة دعا إليها جميع أصدقائه. اجتمع ضيوفه في القاعة الكبرى، لكن قبل بدء الاحتفال أبلغ أحدهم الملك أن جميع المشروبات مسمومة. لم يقل الملك شيئا وطلب من الجميع رفع نخب العام الجديد. نهض جميع الضيوف ورفعوا كؤوسهم. حينها لاحظ الملك الشخص الذي حاول تسميم الملك وضيوفه. هل لاحظته أنت أيضا؟ يحمل هذا الرجل كأسا فارغا، إنه يعلم أن المشروبات مسمومة، لذا لم يسكب شيئا في كأسه. في ليلة شتوية باردة، سرق شخص ما مجوهرات ثمينة من منزل مطربة شهيرة. لم ينجح اللص في الهرب لمسافة بعيدة، إذ صادفته سيارة الشرطة، فأسرع بإخفاء الحقيبة المليئة بالمجوهرات في الثلج واختفى وسط حشد من الناس. لكن تمكن المحقق أندرسون من القبض على اثنين من المشتبه بهم. انظر إليهما وحاول تخمين السارق. عند حفر الثلج بيديك العاريتين سيصبح لونهما الأحمر، ويمكن ملاحظة ذلك في أصابع هذا الرجل وراحة يديه. لكن قد تكون هذه المرأة هي من حفرت الثلج، لكنها ترتدي القفازات، لذا هناك احتمال بأن تكون هي السارقة أيضا، لكنها لن تتمكن من الركض بينما ترتدي كعبا كهذا. دخل أستاذ جامعي إلى قاعة إحدى المحاضرات، حيث كان زميله وهو أستاذ كبير في السن يلقي محاضرة في الفيزياء. كان الأستاذ يكتب المعادلات على السبورة بينما يدون طلابه الملاحظات مستخدمين حواسيبهم المحمولة. لكن لاحظ الأستاذ أن أحد هؤلاء الطلبة يغط في النوم، فبدأ يتجول في القاعة وتوقف خلف كل واحد منهم. من منهم نائم الآن؟ يكتب جميع الطلاب تقريبا المعادلات على حواسيبهم باستثناء هذا الفتى. شاشة حاسوبه مطفأة لأنه نائم. كان المحقق أندرسون يطارد لصا يرتدي بدلة رسمية، وفجأة دخل المجرم إلى قاعة ضخمة يرتدي فيها الجميع ملابس رسمية. ساعد المحقق أندرسون في العثور على اللص من بينهم. عليه إلقاء القبض على هذا الرجل، فهو يتعرق لأنه كان يركض. غضب مدير ليو منه لأنه لم ينهي خطة العمل الأسبوعية، والآن عليه قضاء نهاية الأسبوع بأكملها في المكتب لإنهاء عمله. أخذ المدير بطاقة ليو الممغنطة كي لا يتمكن من مغادرة المبنى. وبعد عدة ساعات شعر ليو بالجوع، لكن ليس في المكتب ماء أو طعام، باستثناء ثلاجة ومبرد مياه في الغرفة المجاورة خلف الباب ذي القفل المغناطيسي. وبعد انتهاء الإجازة قدم ليو لرئيسه الخطة كاملة. استطاع الرجل بطريقة ما الحصول على الطعام والماء. كيف فعل ذلك؟ ذهب ليو إلى الثلاجة وحصل على بعض الطعام، فلم يقل أحد إن الباب ذا القفل المغناطيسي مغلق. استيقظ مايك ليجد نفسه في المقعد الخلفي لسيارة سباق. كان محرك السيارة يعمل وتهب الرياح على وجه مايك، ولا أحد خلف عجلة القيادة، ويوجد منحدر شديد في الأمام. وجد مايك يديه مقيدتين، فقفز من السيارة دون تردد وسقط على الأسفلت. لكن المثير للدهشة أنه لم يخدش حتى. كيف يعقل هذا؟ لم تكن السيارة تتحرك، كان محركها يعمل فقط.
اقتربت فيكتوريا من باب منزلها فأضيء المصباح تلقائيا أمام الباب. فتحت فيكتوريا الباب بالمفتاح ودلفت إلى المنزل، وبعد ساعتين رن جرس الباب. فنظرت الفتاة من خلال ثقب الباب ورأت صورة ظلية لرجل يرتدي قبعة. خافت الفتاة من فتح الباب، لكن ليس لأنه شخص غريب، بل لأنه لم يكن بشريا. كيف عرفت ذلك؟ لم يعمل مستشعر الضوء، أي أنه لا يوجد أمامه جسم ملموس. في حظيرة طائرات ضخمة بجوار الصحراء، دخل الطيار تايلر إلى داخل الموقف ووجد قطة نائمة قرب السقف على أحد العوارض. فقرر الرجل إنقاذها، لكن لم يجد في المكان سلما أو أي شيء آخر يمكن استخدامه للوصول إلى هناك. الشيء الوحيد الذي رآه تايلر هو بركة كبيرة من الماء على الأرض. كيف وصلت القطة إلى هناك؟ كانت هناك كومة من مكعبات الثلج، تسلقتها القطة ووصلت إلى السقف، ثم ذاب الثلج وترك خلفه بركة الماء. تتجول مارغريت وريتشل وديانا في الشارع بينما يتبادلن الحديث حول خططهن لعطلة نهاية الأسبوع. تبدو الفتيات ثريات، لكن واحدة منهن فقط تملك الكثير من المال. من هي؟ إنها مارغريت. يمكنك أن ترى في حقيبتها مفتاح سيارتها من طراز فيراري. بينما كانت ساندي تغادر المنزل، أخرجت نظارتها الشمسية من حقيبتها فسقطت منها وكسرت، والآن عليها شراء نظارة جديدة. طلبت ساندي سيارة أجرة ووصلت إلى شارع يضم متاجر فاخرة. كتب على لافتة المبنى الأول: أفضل نظارات في المدينة. وكتب على لافتة المتجر الثاني: أفضل نظارات في العالم. لكن ما كتب على لافتة المتجر الثالث كان هو الأروع. ماذا كتب هناك؟ أفضل نظارات في هذا الشارع. ألقى جوني نظرة على الفواتير التي عليه سدادها، وهي $50 للكهرباء، $39 للمياه، $70 ثمنا لحقيبة، و$448 ثمن هاتف جديد، و$52 لوجبة عشاء في المطعم، و$589 ثمن حاسوب جديد، و$637 لحجز غرفة في فندق فاخر. حصل الرجل على مكافأة من العمل قدرها $978، لكنه بحاجة أيضا إلى شراء ثلاجة جديدة لأمه، ويبلغ ثمنها $798. على جوني مغادرة المنزل بسرعة، لكنه بحاجة إلى معرفة المبلغ الذي سيحتاجه. كيف يمكنه حساب المبلغ بسرعة؟ عليه استخدام تطبيق الآلة الحاسبة في هاتفه. عادة ما تكون أبسط إجابة هي الصحيحة. يحقق المحقق أندرسون في بلاغ عن اختفاء جراء من سلالة أصيلة، ولديه قائمة بثلاثة من المشتبه بهم. زار المحقق المشتبهين كلا على حدة، وكانت أولهم فتاة صغيرة قالت إنها أمضت اليوم السابق برفقة أصدقائها، وإن لديها حساسية من الكلاب. المشتبه الثاني رجل مسن قال إنه لم يغادر المنزل خلال الأيام القليلة الماضية. المشتبهة الثالثة مدونة شهيرة قالت إنها كانت تصور طوال اليوم مقاطع لتنشرها على موقع يوتيوب. من منهم يكذب؟ إنها الفتاة الأولى، إذ ادعت أن لديها حساسية من الكلاب، لكن يوجد في مطبخها وعاء به طعام للكلاب. يعمل بيتر مديرا في منصب مهم بشركة تأمين ضخمة، وقد طلب منه رئيسه اليوم طرد ثلاثة موظفين، لكن لا يريد بيتر طردهم من العمل بهذا الشكل، لذا دعا المرشحين الثلاثة وطلب منهم كتابة السبب الذي يدفع الشركة للاحتفاظ بهم. كتب الموظف الأول أنه ساعد الشركة في ربح $100,000، وقال الموظف الثاني إنه وجد 10 عملاء جدد، مما زاد من أرباح الشركة بمقدار $200,000. وحصل الموظف الثالث بطريقة غير قانونية على أرباح وصلت إلى $300,000 خلال الربع الماضي من السنة.
من الذي ينبغي أن يطرده بيتر ومن عليه الاحتفاظ به؟ لقد طلب منه طرد 3 موظفين أتذكر؟ لذا لم تكن هناك فائدة من هذا الاختبار. وأخيرا سيغادر القطار المحطة وبدأت الموظفة بالتحقق من التذاكر، فأعطاها راكبان وهما ميكي وآنا تذكرتين للمقعد نفسه. حتما هناك خطأ ما، إذ لا يمكن أن يشتري شخصان تذكرتين للمقعد ذاته. هذه التذكرة الأولى وهي لميكي جونز المقعد 7B، والتذكرة الثانية لآنا روي المقعد B7. من يحق له الجلوس في هذا المقعد؟ تشير تذكرة ميكي إلى أنها تذكرة طائرة، لكن هذا قطار وبالتالي المقعد من حق آنا. يذهب جو إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم حيث يتدرب على رفع الأوزان الثقيلة، وقد حقق نتائج رائعة بالفعل. وذات يوم أتى رجل نحيل إلى الصالة ولم يسبق له أن رفع الأثقال من قبل. اقترب الرجل من أثقل وزن ورفعه بسهولة. لم يصدق جو ما رآه، فهو يتمرن منذ 10 سنوات وتمكن حديثا من رفع أوزان كهذه. كيف تمكن المبتدئ من فعل ذلك؟ هذا المبتدئ ليس سوى رجل آلي. انظر إلى السلك الموصول بمقبس الحائط، وفي الزاوية الأخرى من الصالة هناك رجل يحمل جهاز تحكم. لابد أنه يتحكم بهذا الرجل الآلي. أثناء تساقط الثلج حاول ريتشارد المشي بسرعة كي لا يتجمد، وكان يقود أيضا 3 خراف عبر غابة كثيفة. وأخيرا وصل الرجل والخراف إلى ضفة النهر، حيث يوجد قارب في مكان قريب، لكن يمكن أن يحمل القارب في كل مرة رجلا وخروفا واحدا فقط، وهناك ذئب على الضفة الأخرى. ولو نقل ريتشارد الخراف إلى هناك واحدا تلو الآخر سيتمكن الذئب من الإمساك بها. كيف يمكن للرجل البقاء قرب خرافه وعبور النهر؟ إنه فصل الشتاء والنهر متجمد. والآن لنتحقق من درجاتك. 0 إلى 3 نقاط. عليك التمرن أكثر على حل الألغاز، لكنني على يقين بأنك أكثر حماسا الآن، لذا ستكون أكثر انتباها لحل الألغاز في المرة القادمة. 4 إلى 7 نقاط. يمكنك الحصول على نتيجة أفضل، لكنها ليست أسوأ نتيجة أيضا. أنت تعرف ما تسعى جاهدا لتحقيقه. 8 إلى 11 نقطة. نتيجة لا بأس بها، لكن المهم أن تتمرن أكثر. 12 إلى 15 نقطة. تهانينا، لقد حصلت على درجة عالية، وبالتالي تستحق أن توصف بأنك سريع البديهة.